السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. عقوبة المخالفة في موسم الحج 1443 هجرية. إليكم التفاصيل. عقوبة المخالفة في موسم الحج 1443 في هذه الأونة تقدم المملكة العربية السعودية التجهيزات والقوانين التي تتعلق بموسم الحج لمروره دون أي مشاكل، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن العقوبات التي ستطبق على المخالفين من المواطنين والمقيمين. نظام الحج الجديد في المملكة العربية السعودية. صرحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنها ستستقبل 1,000,000 حاج لعام حج 2022 1443 هجرية، وعليه فقد وضعت عددا من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها الحجاج الراغبون في دخول الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. والتأكد من تلبية احتياجات الحجاج وتسهيلها أتاحت الوزارة تخصيص موقع التتبع الإلكتروني للتعرف على أفضل الصفقات المتاحة والشركات التي تقدم خدمات مميزة خلال موسم الحج واستقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1443 هجرية. عقوبة المخالفة في موسم الحج. أقرت الإدارة العامة لجوازات المملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات المشددة التي تطبق على كل من يخالف التعليمات والضوابط المتعلقة بالحج للعام الحالي، حيث تفرض العقوبات على الأشخاص الذين ينقلون حجاجا ولا يفعلون ذلك، حاصل على تصاريح السجن الرسمية وغرامة عن كل حاج ومصادرة وسيلة النقل، واستخدام تفاصيل العقوبة على النحو التالي: غرامة مالية قدرها 50,000 ريال وسجن 6 أشهر، تشويه سمعة المخالفين في وسائل الإعلام، سيتم ترحيل المجرمين المغتربين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، لن يسمح للوافدين الذين تم ترحيلهم بزيارة المملكة إلا لأداء مناسك الحج والعمرة فقط. ما هي عقوبة أداء فريضة الحج بدون تصريح؟ كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية مخالفات تأديت الحجاج لأداء فريضة الحج دون إذن لأداء مناسك الحج، حيث ستفرض غرامة قدرها 10,000 ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، والمخالفين سيتم ترحيل المقيمين خارج المملكة. شروط الحج الجديدة في المملكة العربية السعودية. وضعت المملكة العربية السعودية عددا من الشروط التي يجب توفرها عند أداء فريضة الحج داخل المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط موضحة على النحو التالي: 1. السماح للعدد الإجمالي لهذا العام بأن يكون 1,000,000 حاج فقط. يسمح للمتقدمين المحصنين الذين تعافوا من كوفيد-19. تعطى الأولوية للأشخاص الذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل. يجب أن يكون عمر الحاج ما بين 18 و65 سنة. يجب حماية الحرمة من أي مرض أو مرض مزمن أو معدي. يجب الحصول على تصريح الحج من خلال بوابة الحج الإلكترونية. يجب الحصول على لقاح كورونا المعتمد في المملكة. الحصول على وثيقة فحص طبي تثبت عدم وجود أصابة فيروس كورونا. يسمح للحجاج الذين يتلقون جرعة من لقاح الفيروس التاجي بالمرور 14 يوم. المستندات المطلوبة للحصول على تصريح حج. فيما يلي شرح المستندات التي يجب تقديمها لتسجيل الحج عام 2022 على النحو التالي: بيان صاحب العمل، صورة الهوية الوطنية، تعبئة استمارة تصريح الحج، عدد 2 صورة واضحة 4x6 محدثة، شهادة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، جواز السفر وإثبات الإقامة في المملكة، تقرير طبي بفصيلة الدم مقدم الطلب، إحضار شهادة صحية تفيد بالتطعيمات للتقاء المقيم ضد التهاب السحابة. خطوات الحج والحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين 1443 هجرية. يمكن للأفراد والمواطنين والمقيمين الحجز والحصول على تصريح حج الإلكتروني للحجاج الداخل لاتباع الخطوات التالية: مدخل الإلكتروني للحجاج الداخل، اختر علامة التبويب بدء الخدمة، انقر فوق طلب الحجز، ادخل على عدد الحجاج والمدينة، تحديد برنامج الحج، انظر البرنامج المتاحة، احجز أحد البرامج المتاحة، ادخل رقم هوية الحاج، ادخل تاريخ الميلاد، دفع الفاتورة عن طريق سداد، سيتم إصدار التفويض بعد دفع الفاتورة، طريقة التواصل مع خدمة عملاء الحج. يمكن لجميع الأفراد المواطنين والمقيمين التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال قنوات الاتصال التالية: رقم الهاتف 800-430-4444، 006-0966-92-302-814، الرمز البريدي صندوق بريد 2475، الرمز البريدي 11183، مقر وزارة الحج والعمرة مدينة مكة المكرمة، طريق مكة جدة السريع الحمراء. ويمكن الاطلاع على إحداثيات موقع في خريطة الموقع. متابعين، لو عجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.